بس والله يلا. يا بنتو بتاع التليفون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. كل سنة وانتم طيبين وصباح إن شاء الله جديد عليكم مليء بالحب واليمن والبركات والهناء. وأقول لكم الأسعار النهاردة أسعار التوحيد بإذن الله تعالى التوحيد أبيض فرج ديوك 9.5 جنيه، أبيض فرج ديوك 9.5 جنيه، 9.5 جنيه الأبيض فرج ديوك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أبيض فرج ديوك شركات أو ما شاء الله والله أكبر. الساس ب7.5، الساس ب7.5، 7.5 جنيه الساس، حاجة ما شاء الله حيوة. خد التليفون، خد التليفون، الساس ب7.5، الساس ب7.5. شركة محترمة وثقة، ربنا يبارك لكم يا رب. تغريد هاتوا بركات ب30. ماشي يا غالي. ابيض ديوك في برابر على وشه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عامل كام؟ 8.5، يبقى 9.5 و8.5، 8.5. الفيوم ب7 جنيه الفيوم ب7 جنيه يلا خلي الغلبان ياكل. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. ب8.5 الابيض، ب8.5 الابيض اهو ما شاء الله ما شاء الله. والله عايز العب الابيض على طول، افضل قاعد العب في كده ما شاء الله. ايه ده يا ولاد الحلاوه دي؟ ربنا يرتقي من كل ظالم بحق جاه النبي يا رب. قولي يا بنتي كده ده جدها عشان برد. بلدي 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 ب7 جنيه الفراخ البلدي ب7 جنيه موضوع تراك بلدي 7 جنيه ما شاء الله. شويه الابيض دول عاجبني والله. البلدي ب7 جنيه البلدي ب7 جنيه اهو 7 جنيه. الفراخ دي بتقول لنا ايه؟ بتقول اخو حد انت عايزنا ياخدنا ما شاء الله. بينادى عليا فيوم ديوك في براد، ديوك في براد ب7 جنيه ونص، ب7 جنيه يا عم يلا، ب7 جنيه زي البلد، ب7 جنيه زي البلد. فيوم فيوم فيومي ديوك في براد، بيور ديوك في براد، بيور عامله كام؟ عامله 7 جنيه 7 جنيه. بط بيور الماني 18 جنيه بط بيور الماني ب 18 جنيه اهو. بط البطه بتيجي في شهرين وبتجيب 4 كيلو ب 18 جنيه. الفرنساوي عامل 15 جنيه، البط الفرنساوي عامل 15 جنيه، البلد الفرنساوي ماشي؟ ها؟ لا لا انا مش فاضي ماشي. ده عامل كام؟ ايوه ده عامل 27 جنيه. احنا فاضلين في الدفون دلوقتي. البط البيور عامل 18 جنيه، بطه بتيجي في شهرين وبتجيب 4 كيلو. بتيجي في شهرين وبتجيب 4 كيلو، البط الفراخ البلدي اللي عمر شهر، الفراخ البلدي اللي عمر شهر جايه اللي عمره 20 يوم او 22 يوم، جايه اهي في الطريق ان شاء الله. ساعة ما تيجي اصورها لكم برضه، ساعة ما تيجي اصورها لكم على طول. اي موجودة كميات، اي حد عايز حاجة موجودة ان شاء الله. ابيض بلد السمان بكرة الصبح ان شاء الله هيبقى عامل 6 جنيه السمان عمره 20 يوم بإذن الله. السمان بكرة الصبح هيبقى عامل 20 يوم هيبقى عامل 6 جنيه 6 جنيه السمان. والبط المسلوب هيبقى يوم الخميس. والبط المسلك والمولر، شايفين البط ده كده؟ شايفين البط ده؟ البط المسلك والمولر عامل كام؟ 30 جنيه النهارده 30 جنيه
يعني ما عادش حاجه تنفع برضو والله، مع اني كان جايب كيماويه. يلا كل شيء مصري. في بط مرجان، في بط مرجان 9 بطات، المرجان اللي هو البلدي اللي هو بخرزة حمراء 9 بطات اهو. ده اللي بيجي اهالي يا جماعه، اهالي اهالي اهو اهو، عمر 10 ايام، دول ب 35 جنيه. رد على التليفون يا حبيبي، انا كل تليفون اقول لك رد عليه. 30 جنيه اثر في الرد علشان كده. 30 جنيه 30 جنيه 35 جنيه 9 بطات اهو، عمري كام؟ 10 ايام تقريبا اهو، 10 ايام ومعديين كمان. بكام؟ 35 جنيه اهو. ما شاء الله، صلى على رسول الله. صلى على رسول الله. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي. اي والله، اي والله، والله يا ابن ادم لو انت طائر في السماء ولك رزق لوقع في فمك، لوقع في فمك يا ابن ادم، ويقع في فمك يا ابن ادم. علمت ان رزقي بيد ربي وليس بيد عبدي، فاللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. اللهم انا نحمدك حمدا كثيرا ملء السماوات السبع والاراضين السبع وما فيهم وبينهم وما عليهم يا الله، وعليهم يا الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ليه الرقم محمد؟ طيب ماشي، الرقم ده وهو هيوصلنا. معالي يا ريس جاية. طيب بس